السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحبائي متابعي قناة مصر التعليمية وبرنامجنا الجميل في بيتنا مدرسة. أهلا وسهلا بكم من جديد مع حلقة جديدة من حلقاتنا المسلسلة في عن موادنا المعمارية، واللي بنتناول فيها طبعا بالشرح والتحليل المواد المعمارية أو من جهة أو فيما يخص المحتوى أو عملية التقييم اللي بتتم في المواد المعمارية. وطبعا احنا كنا تناولنا في حلقة سابقة مادة حساب الإنشاءات، وقلنا أن مادة حساب الإنشاءات مادة بتدرس لطلبة الصف الثالث التخصصات المعمارية لأربع شعب من التخصصات المعمارية، وبتبقى شعبة من الشعب اللي هي شعبة الأعمال الصحية، ودي بتدرس مكان مادة حساب الإنشاءات مادة الهيدروليك. ليه؟ لأنها طبعا بتهتم في دراستها بعلم حركة السوائل والموانع. أما حساب الإنشاءات بتختص أو بيدرسها طلاب الشعب المعمارية تخصص أعمال نجارة العمارة وأعمال الخرسانة وأعمال البناء وتخصص أو شعبة فني أعمال التشطيبات المعمارية. طبعا كل بيدرس هذا التخصص أو هذه المادة في تخصصه فيما يختص بالتخصص بتاعه من حيث حساب الأحمال، لأن المادة بتقوم أو فكرة المادة بتقوم في الأساس زي ما اتكلمنا قبل كده في الحلقة السابقة على كيفية حساب الأحمال وردود الأفعال وعملية التصميم للهياكل الخرسانية أو الإنشاءات اللي موجودة واللي بتتم على أرض الواقع في الجانب المعماري أو المنشآت المعمارية. وطبعا ده هيخص الجانب أو بتهتم بجانب الإنشائي للأربع شعب المعمارية في تخصص كبير اسمه تخصص العمارة. أما على العكس بقى أو في المقابل التخصص الخامس اللي هو تخصص أعمال الصحية بيدرس مادة الهيدروليك، لأنه طبعا فكرة عمله بتقوم على علم حركة السوائل سواء في الصرف أو الماء. يبقى كده فرقنا ما بين المادة في الأربع شعب ومادة الأعمال الصحية، وكنا طبعا تناولنا في عجلة كده أو يعني عشان نربط الحلقة السابقة بالحلقة الحالية إن احنا قلنا كنا تناولنا العناصر الخاصة بمحتوى مادة حساب الإنشاءات، وتكلمنا عن أهداف المادة بشكل عام، ثم تناولنا بالشرح محتوى المادة وتكلمنا فيها عن عناصر دروس مادة حساب الإنشاءات، وكنا مركزين على حساب ردود الأفعال. وزي ما قلنا كده إن بعلم الطالب عندي إن هو لكل فعل رد فعل، طبعا دي معلومة بيسمعها وبيتعلمها في الحياة وبيشوفها كتير، لكن في الجانب التنفيذي عندي أنا بقى بطبقها له بشكل عملي، وبيعرف ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه. طب الكلام ده بيتطبق فين يا مستر او بيكون موجود فين؟ بيشوفه طبعا عنده في حساب ردود الافعال سواء كان للكاميرات، والكاميرات دي احنا اشتغلنا فيها بانواعها وعرفنا ازاي او امتى بيكون الحمل بتاعه بيكون حمل مركز، ازاي احسب رد الفعل له، وامتى يكون الحمل موزع على طول الكاميرا او حمل مركب بيكون عباره عن حمل مركز مع حمل موزع. طبعا الطالب او بيتعلم ازاي الطالب بيتعلم ازاي يقدر يحسب رد الفعل عشان في الاخر يتعلم او يتقن مهاره كيفيه حساب الاحمال وردود افعالها، عشان برضه في الاخر خالص يوصل لنتيجه ان ازاي الكاميرا كاميرا السقف دي على حسب اختلاف نوع الحمل طبعا المحمل عليها، ازاي كاميرا الكاميرا اللي موجوده دي بتكون ثابته وواقفه قدامه طبعا ما فيش هبوط لتحت فبيحدث عنه انفصال او زي ما بنسميه قوة قص ناتجة عن ردود افعال واحمال غير يعني متساوية، وبالتالي طبعا بيحدث عنده انهيار او شبه مشاكل في المبنى او في الكاميرا اللي موجودة عنده. طب هو هيقتنع ازاي بالمعلومة دي او ازاي يكون مقتنع بوجود كاميرا موجودة ثابتة شايلة احمال ما بتتحركش طبعا ليمين او شمال وما بتكش عنها شروخ او كسور الا اذا كان دارس وفاهم ازاي يحسب ردود الافعال، ومرنا طبعا بالحالات الخاصه بردود الافعال. النهارده ان شاء الله باذن الله هنتناول بالشرح استكمال ردود الافعال، وهنخوض مع حضراتكم في المحتوى الخاص بماده حساب الانشاءات ولكن على اجزاء، وهنتناوله في شقين. الشق الاول اللي بيتم حاليا دراسته وهو ده بالشكل او بالمنظومه القديمه والمتبعه في نظام التعليم الفني، وعلى نفس النمط أو بنفس التوازي في الشرح وعملية التحليل للمادة هنتناول إزاي بنتناول أو إزاي مادة حساب الإنشاءات بتوظف في المنظومة الجديدة اللي هي التعليم الفني أو منظومة التعليم الفني القائم على منهجية الجدارات، وبنشوف إزاي مادة حساب الإنشاءات بتوظف عندي
في التمارين الخاصة بالطالب طبعا، وده مهم للطالب عشان يكون عارف ازاي هيمر او ازاي هيدرس على مدار الثلاث اعوام مادة حساب الانشاءات، وان كانت في النظام القديم زي ما قلت في بداية الحلقة ما بتنفذش او ما بتدرسش الا لطلبة الصف الثالث. في النظام الجديد اللي هو نظام التعليم الفني القائم على منظومة الجدارات، ممكن الطالب بيعرض لجزئية من جزئيات مادة حساب الانشاءات، ولكن فيما يخص التمرين اللي هو بصدد تنفيذه ده في الجانب العملي. اما في الشق النظري طبعا بيدرس، او في المعارف اللي بتخدم على جانب المهاري للتمرين بيدرس جزء ممكن او 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 مساله او قانون خاص بتصميم مثلا وليكن القاعده الخرسانيه اللي هو بصدد تنفيذها في التمرين، او حساب الاحمال الواقعه على كاميرا هو بينفذها في التمارين كشده خشبيه او ما شابه. طبعا مرورا بعد كده بالقوه والاتزان والقوه المائله وتحليل القوه المائله، ثم وصولا ان شاء الله في نهايه الحلقه باذن الله هنتناول طبعا تصميم البلاطات والكاميرات وكيفيه حساب الاحمال الواقعه على البلاطات. ده زي ما بنقول كده اجنده ليومنا النهارده ان شاء الله. نبدا مع بعض ونشوف السلايد بتاعنا بيقول ايه، ولكن هنبدا بردود الافعال زي او بنفس الطريقه اللي انهينا بيها الحلقه السابقه، ولكن كنا للتذكره توقفنا عن حساب الافعال وردود الافعال وعزم الانحناء وقوى القص للكاميرات بانواعها. النهارده ان شاء الله برضو حساب ردود الافعال وعزم الانحناء وقوى القص ولكن للكوابيل. والجدير بالذكر قبل ما نبدا طبعا ونروح للسلايد بتاعنا، الكابولي او اسهل تعريف له او الشكل المتعارف عليه اللي هو الجزء من الهيكل الخرساني اللي بيكون مثبت من طرف واحد، ودايما بنقول لابنائنا الطلبه اللي هو البلكونه عشان يكون المعنى اسهل في المعرفه ويكون عارف الاسم ده بيسمى بره ايه، لان طبعا في الواقع او في مجال العمل مش هيلاقي حاجه بره اسمها كابولي، ولكن هيجد بره حاجه اسمها البلكونه. وطبعا مثبت من طرف واحد يعني المصطلح لا يتوقف على البلكونه بس، ولكن اي جزء مبنى هيكلي ايا كان الشكل او اي عضو من اعضاء المبنى الهيكلي اللي موجود عندي في الانشائي يكون مثبت من طرف واحد، ده بيطلق عليه كابولي. يعني بمعنى اصح ممكن برضو في التخصصات الكهرباء ممكن اعمدة الكهرباء ده مثبت من طرف واحد، ده بيسمى عندي كابولي. ليه؟ لانه في بيكون في طرف حر وطرف مثبت عند نقطة التثبيت اللي بتكون في الارض، وبالتالي العمود الكهرباء ده بيسمى عندي برضو كابولي. ساعات واحيانا بيكون عندي بعض الكاميرات او بعض البلكونات بيكون عملية التحميل بتاعها او الاحمال الواقعة عليها بتكون اكبر من مقاومة البلكونة نفسها، وبالتالي بيلجأ هنا الفني او المقاول اللي بيشتغل ان هو بيعمل حاجة طرف بيكون ظاهر من الكاميرا تحت البلكونة، وده بنسميه كابولي برضو. ليه؟ لانه بيكون مثبت من طرف واحد والطرف التاني بيكون اسفل البلكونة بيكون حر عشان يشيل عليه الايه البلكونة، ده بيسمى برضو كابولي. ليه؟ لانه بيسمى او لانه بيتحمل او بيكون مثبت من طرف واحد والطرف الثاني بيكون حر. طب ده بيختلف يا مستر في عملية التصميم بتاعه او التسليح طبعا عن الكاميرات؟ ده اكيد. ليه؟ لانه طبعا بيكون العملية في عزم الانحناء فيه بيكون اقوى وبيكون معرض لانحناءات لسبب بسيط جدا ان هو مثبت من طرف واحد والطرف الثاني ده بيكون حر. اذا عملية ردود الافعال وعزوم الانحناء على هذا الهيكل او هذا النموذج بتكون اقوى وبتحتاج عملية زي ما بنقول أدق في التسليح، وبتكون طبعا محتاجة جهد أكبر. ليه؟ لأن طب بيكون رد الفعل فيها بيكون عكسي وبناء عليه محتاج مجهود مني. طيب هنروح مع بعض للسلايد بتاعنا ونشوف النهاردة الشرح بتاعتنا بتقول إيه، وهنبدأ بالكوابيل لحساب ردود الأفعال ومنحنى عزم الانحناء وكذلك رسم وحساب منحنى عزم الانحناء مع بعض كده. هنبدأ ونشوف كده أول مثال أو أول تجربة من التجارب بيمر بها ابني أو ابن حضرتك في التعليم الفني التعليم الصناعي في الشعب المعمارية وخاصة في مادة حساب الإنشاءات، بيمر بالجزء ده الخاص بالكوابيل إزاي أو إيه الطالب بيكون مطالب بإيه عشان يقدر بعد كده يقوم بعملية التنفيذ. فبنشوف أول مثال من الأمثلة، ده بيكون شكل الكابولي طبعا زي ما اتكلمنا في بدايه الحلقه وقلت ان هو بيكون مثبت من طرف واحد. لو بصيت دي نقطه التثبيت الخاصه بالكابولي، وده الكابولي بتاعي او لو هنطلق عليه مجازا البلكونه حاليا، لان ده طبعا المصطلح او الحاجه اللي بيشوفها الطالب وبيكون لامسها في الواقع بشكل اكثر، وخاصه في التخصصات المعماريه هو مش هتعرض غير للكوابيل او في شكل البلكونات.
طيب بيكون مثبته من طرف واحد العلامه دي، يعني علامه التثبيت، ويكون ده نقطه التثبيت بتاعته، وطبعا ممكن تسمى باي رمز من الرموز الف او ب، وده شكل الكابولي بتاعي، واللي فوق ده بتكون عباره عن الاحمال. هو هنا قاصد يقول ان الجزء ده عند طرف الكابولي ده محمل، او نهايه البلكونه دي محمل بواحد طن، وفي المنتصف محمل بواحد طن ونص. وهنا هنقف لحظه كده ونعمل سبوت على موضوع الاحمال ده عشان ناكد للطالب يكون عارف الفرق ما بين الاحمال ونوعيات الاحمال اللي بتحمل على الكمرات والكوابيل. عندي نوعيات، ثلاث انواع من الاحمال بتحمل على بتكون محمله على الكمرات والكوابيل بتاعتي. ايه هي؟ عندي الاحمال المركزه زي ما كان موجود دلوقتي في المثال بتاعي. مركز يعني نقطه او تاثير، نقطه تاثير الحمل بتكون في نقطة معينة من الكاميرا أو الكابولي. أما إذا كان نوع تاني من الأحمال بيكون اسمه الأحمال الموزعة بانتظام، والأحمال الموزعة بانتظام طبعا بيكون حمل يعني زي ما نقول مستمر معايا، إما على طول الكابولي كله بشكل كامل أو على قطاع من الكابولي، وده اسمه موزع بانتظام، حمل موزع بانتظام، ماهوش في نقطة واحدة، يعني نقطة تأثيره ماهيش موجودة ولكن بتكون على مجال أكبر من نقطة واحدة، يعني بيكون مسافة أكبر. طيب بعد كده النوع الثالث من الأحمال، عشان ده طبعا هنشوفه في التمارين بتاعتنا ويكون الطالب قادر على التفرقة ما بين أنواع الأحمال. ليه؟ عشان لما يجي يحسب ردود الأفعال ويرسم منحنى عزم الانحناء ومنحنى قوى القص يكون عارف الفرق ما بين الثلاث أنواع. طبعا هو مش هيقول له محمل بحمل مركز أو بحمل موزع أو حمل مركب، ولكن شكل الحمل نفسه هو الطالب لازم يكون قادر وفاهم ويعرف يفرق ما بين الثلاث أحمال. يبقى أول نوع من الأحمال الأحمال المركزة، وقلنا ده اسمها مركزة ليه؟ لأنه بتكون تأثيرها في نقطة محددة من القطاع سواء بقى كابولي أو كاميرا. بعد كده الأحمال الموزعة بانتظام، ودي بتكون على إما جزء من الكاميرا أو الكابولي أو على القطاع بشكل كامل، بتكون تأثيرها مستمر معايا على مجال أو على طول الايه الكاميرا أو الكابولي. بعد كده النوع الثالث بيجمع ما بين الاثنين اللي هو الحمل المركز والحمل الموزع بانتظام، فممكن تلاقي حمل موزع بانتظام على كاميرا وعليهم كمان حمل مركز في نقطة واحدة، وده بنسميه حمل مركب، وده الفرق ما بين الثلاث أنواع من الأحمال. وبأكد تاني إنه مش هيجي في تمرين من التمرين ويقول لك إن الكاميرا بتحمل حمل موزع أو حمل مركز أو حمل مركب، ولكن أنا هعرفهم منين يا مستر؟ طبعا هتعرفهم من الشكل الرسمة اللي موجودة عندك، تقدر تميز ما بين الثلاث أنواع من الأحمال، وبناء عليه تقدر تكمل في إجراء عملية الحل للتمرين لإيجاد ردود الأفعال، وكذلك رسم منحنى عزم الانحناء وأيضا منحنى قوة القص. نرجع تاني للسلايد بتاعنا ونشوف شكل الحمل بتاعنا اهو. طبعا ده الحمل المركز خلاص، وشكلين الشكل ده بيقول إن هو عنده نوعين أو عنده حملين، حمل طن واحد طن وحمل تاني طن ونص، والمسافات واحد متر بعد كده واحد متر. طيب هنا بنقول ان هو الاحمال الواقعة دي لو جمعتها مع بعض كده طن واتنين طن ونص، وانا في بداية الحلقة قلت ان لكل فعل رد فعل مساوي له في المقدار ومضاد له في الاتجاه عشان الكابولي ده يفضل بالشكل ده ثابت عندي، ما يحصلش فيه ايه عملية انحناء لاسفل او شرخ او ما شابه. طيب ايه اللي هيضمن العملية دي؟ انه لازم يكون عند نقطة التثبيت دي رد فعل مساوي لمجموع الأحمال الرأسية اللي موجودة عندي. يبقى القانون بتاعي لما أقول حساب رد الفعل الرأسي بيقول إيه؟ ريه ب اللي هي عند نقطة التثبيت، لأن طبعا مفيش هنا نقطة أو طرف ده حر، فبالتالي مفيش حاجة هنا هترد بقيمة الأحمال الواقعة على الكابولي أو البلكونة دي، وبالتالي هيكون رد الفعل عندي عند نقطة التثبيت. إذا ريه ب اللي هي نقطة التثبيت بتساوي مجموع الأحمال الرأسية. ليه مجموع الأحمال الرأسية؟ عشان أنا عندي واحد طن زائد واحد طن ونص، كده اتنين طن ونص زي ما بنقول محملين على الكابولي أو البلكونة دي، قيمة الأحمال دي اتنين طن ونص نازل يعني ضاغط على الكابولي ده، إذا يلزمه عشان الكابولي ده يكون ثابت اتنين طن ونص برضه ولكن في عكس الاتجاه، فبقول رد الفعل بيساوي مجموع الأحمال الرأسية، وده قانون ثابت بيستخدمه الطالب عشان يقدر يوصل لنقطة التثبيت أو يكون عارف أنا محتاج قد إيه رد فعل عشان الكابولي ده يكون ثابت معايا، وده طبعا لعملية لضمان عملية التصميم قبل عملية الإنشاء. ثانيا قوى القص، طبعا أنا بقول دايما لأبناء الطلبة عند نقطة التثبيت باخد خط طبعا كده خط رأسي وببص طبعا هنا رد فعل،
لو انا بصيت ان هنا نقطه التثبيت وقلت رد فعل معاكس، يعني ايه رد فعل معاكس؟ يعني اكيد هيبقى الاتجاه لفوق. ليه؟ عشان طبعا الاحمال كلها اتجاهها فين؟ لتحت. فانا ببص هنا، انت حضرتك قلت ان رد الفعل ده الرسم بيكون نتيجه لحساب رد الفعل اللي طالع عندي اللي هو 2.5 طن، فبقف عند نقطه التثبيت من بدايه الكابولي النقطه الشمال دي وبطلع لفوق كده 2.5 طن. بعد كده بمشي في اتجاه الكابولي وبلاقي طبعا هنا قيمه حمل قيمتها 1.5 طن، بينزل لتحت 1.5 طن، بعد كده بيرجع تاني يمشي ناحيه اليمين في نهايه الكابولي مع الاحمال، بيلاقي هنا الحمل اللي نازل قيمته 1 طن. طبعا لو جمع هنا 1 و1.5 يطلع الناتج 2.5 اللي هو قيمة الأحمال أو ما زي ما بنقول قيمة رد الفعل للكابول. بعد كده هننتقل لجزئية أخرى وهي جزئية عزم الانحناء، وده طبعا أنا حابب أوجه يعني نظركم له أو ألفت نظركم عشان تكونوا ملمين بعزم الانحناء، لأن ده من أغلب التمارين أو أصعب الأجزاء في تمرين حساب رد الفعل وعزم الانحناء اللي بتقابل أبناء الطلبة ودايما بيكون فيها لبس لهم. فأنا حابب يعني نلقي الضوء كده على جزئية وتكون دي زي مساق في بداية المادة نتبعه حتى نهاية إن شاء الله حصولنا على الدبلوم في الصف الثالث، ونكون كده خرجنا بأمان إن شاء الله ونحصل على أعلى الدرجات في المادة. جزئية ثابتة عندي لأبناء الطلبة بقول لهم إن دايما في حساب عزم الانحناء للكوابيل تخلي بالك دايما إن عزم الانحناء كله هيكون اتجاهه لفوق، وبالتالي الرسم بتاعه كله هيطلع يعني الناتج بتاع حساب عزم الانحناء هيكون كله الناتج بتاعه بالسالب، وبناء عليه الرسم بتاعه كله هيكون اعلى خط عزم الانحناء منحنى عزم الانحناء. طبعا منحنى عزم الانحناء ده انا برمز له بالرمز ميم عين الف، يعني منحنى عزم الانحناء باخد طبعا اول حرف من بدايه كل كلمه يبقى ميم عين الف، معناها خط او رسم بدايه رسم منحنى عزم الانحناء. طب انا بستفيد ايه ده؟ ده هيفيدني ايه؟ ده جانب نظري، هيفيدني بايه في التطبيق او في المشروع؟ عاوز الفت نظركم برضو ان عملية حساب الانشاءات او حساب الاحمال دي وحساب ردود الافعال بتسبق عملية التصميم والتنفيذ نفسه. ليه؟ لان انا بقول انا عندي كابولي، الكابولي ده هيتحمل او هيكون المفروض واقع عليه او هيقع عليه احمال قيمتها وليكن مثلا 10 طن. اذا انا محتاج رد فعل للكابولي ده قبل ما اصممه يكون كام قيمته؟ برضو 10 طن. وبناء عليه بناء على رد الفعل ده برسم منحنى عزم الانحناء اللي بيقول لي ان كل الحمل او نقطة ضعف الكابولي ده هتكون في الجزئية اللي فوق، وبناء عليه تاني انا بسلح الجزء ده. لذلك انت لو لاحظت في تصميم البلكونات في الاسقف بتلاقي السيخ سيخ الحديد بيجي بيمشي مع السقف كله كامل طوله، وبتلاقي الحداد يلفه وبعد كده يرجع تاني في نفس البلكونة ما بيقصوش، وبيرجع بعد نقطة التثبيت اللي هي الكاميرا بيعدي ربع البحر، يعني ربع المسافة اللي موجودة، وبنسمي السيخ ده بيطلق عليه سيخ شوكة. ليه؟ لأنه هو بيبقى ماشي معاه مع كامل البلاطة وبيرجع بعد كده يلف ويرجع تاني. الجزئية الخاصة بالبلكونة دي لو انت بصيت عليها أثناء عملية حديد التسليح هتلاقي فيها رقتين حديد، يعني طبقتين حديد، رغم ان السقف كله عبارة عن طبقة ايه؟ طبقة واحدة. طب جت منين الطبقة التانية دي؟ لانه السيخ عمله بشكل شوكة. لو انت بقى خدت الكلام ده اللي هو بشكل عملي ده وجيت للجزئية اللي احنا بنشرحها دلوقتي اللي هو عزم الانحناء، هتعرف ان اضعف نقطة في الكابولي هتكون فين؟ فوق. ليه؟ في البلكونة هتكون فوق. ليه بقى؟ لان انا طبعا في احمال بتضغط على الكابولي ده عشان يحدث يعني هينتج عنه انحناء لاسفل. اذا انا محتاج حاجة ترد الطرف ده في الكابولة دي او في البلكونة دي ترده العكس عكس الحمل اللي نازل عليه، وبالتالي بيعمل طبقة تانية او رقة تانية من الحديد بتسمى فلات سلاب، وده بتكون طبعا موجودة في البلكونة فقط لو انا عندي السقف عادي مسلح بفرش وغطى حديد عادي. لكن طبعا لو هو حديد دبل اللي احنا بنقول عليه فلات سلاب طبقتين بيكون برضو البلكونة السيخ الشوكة ده بيمشي معايا وبيدخل في الطبقة التانية من طبقات الحديد للسقف عشان يضمن عملية الايه؟ عملية التشابك ما بين او الربط ما بين البلكونه والجزء اللي هو بعد الكاميرا، عشان يرفع الجزء ده يضمن الجزء ده يكون مربوط لما نضغط عليه بالاحمال هنا عند الطرف الحر. ما دام ما فيش حاجه شايلاه زي ما بنقول هو متثبت من الناحيه دي، وبالتالي محتاج حاجه ترده، يبقى سيخ الشوكه بيتربط بعد كده بيطلع لفوق ويتربط هنا عند نهايه الكاميرا عشان يقاوم عمليه الانحناء. يبقى نرجع تاني ونقول ان بعد عزم الانحناء وانت بتحسب عزم الانحناء
ليه الكوابيل كله بيطلع بالسالب، ومعنى يطلع بالسالب انك انت بيترسم اعلى خط منحنى عزم الانحناء، وتاني بقى اعلى عزم منحنى الانحناء يبقى بتقول له ان كل، وكانها لغة حوار ما بين حضرتك كمصمم او حاسب انشاءات، بتقول له ان الحديد كله الرئيسي بتاعك هيكون فوق في المنطقة دي. ليه؟ لانه محتاج رد فعل يكون عكس منحنى عزم الانحناء اللي موجود، او الاحمال السقطة على الكابول ده او البلكونة ده. وده كانت الجزئية اللي احنا كنا محتاجين نوضحها. نرجع للتمرين بتاعنا ونشوف تاني طريقة الحل ازاي. فهنا بيقول منحنى عزم الانحناء، واتعودنا او احنا قلنا في الحلقة السابقة وانا كنت بحسب الكمرات، كنت بقول منحنى عزم الانحناء عند الاطراف تساوي صفر. وخلي بالك ان في الكابولي انا ما عنديش طرفين حر، ولكن انا عندي طرف واحد حر. يعني في الكمرات كنت ممكن تلاقي هنا وتلاقي هنا، ده طرف حر وطرف حر. عزم الانحناء عند الطرف الحر بيساوي صفر لما كان كمرات، وبالتالي كان اتنين موجودين طرفين حرين. اما هنا عندي مفيش غير نقطة واحدة حرة اللي هي نقطة ألف، فبقول منحنى عزم الانحناء عند ألف اللي هو الطرف الحر بتساوي صفر. وهنا باخد قيمة القوة في المسافة، بضرب القوة اللي عندي او الحمل اللي نازل عندي في المسافة حتى النقطة اللي انا واقف عليها. بمعنى لو انا قلت كده منحنى عزم الانحناء عند نقطة جيم، انا واقف عند نقطة جيم اللي هي دي اهي، فانا باخد اقرب حاجة بتأثر عليها، فبقول واحد في واحد. الحمل العزم عبارة عن ايه؟ قوة في مسافة. ولكن هنا العزم طبعا هيكون بالسالب. ليه؟ لان انا عندي الحمل اهو نازل، اشارته هتكون بالسالب، يبقى سالب واحد في واحد بسالب واحد. وخلي بالك لو انت فاكر كلام اللي انا قلته من شوية ان الناتج هيطلع عندك بالسالب، يبقى انت بتقول عند نقطة جيم ده هيبقى عندك عزم انحناء قيمته سالب واحد، وبالتالي محتاج انت هنا يكون الحديد في المنطقة دي. مركز. طيب بعد كده منحنى عزم الانحناء عند نقطة جيم، انت بتاخد فيه الثلاث نقط. النقطة الاولى طبعا بصفر عشان ده طرف حر. بعد كده خدت عند نقطة جيم، فانا قلت اقرب حاجة بتأثر عليها اللي هو واحد، واشارته سالب عشان نازل، يبقى سالب واحد في واحد بسالب واحد. بعد كده هاخد عند نقطة ب اللي هي النقطة الثالثة، فباخد الاحمال دي كلها، كل حمل في المسافة بتاعته باشارته زي ما شفت هنا كده، او هنشوف دلوقتي. هنا اول حمل قيمته واحد ونص، وسالب طبعا لان الحمل اللي نازل لتحت، يبقى سالب واحد ونص في واحد بسالب واحد ونص. واجي تاني هاخد ده مستر تاني، اه طبعا لان الحمل ده هيأثر على دي والحمل ده هيأثر على ده. اما لما كنت واقف في النقطة دي كان الحمل ده بس اللي بيأثر عليها. وبالتالي ممكن حد برضو من الطلبة، ابناء الطلبة دايما بيسألوني ويقول لي يا مستر لو انا واقف عند نقطة جيم دي اللي هي دي النقطة دي، لو انا واقف هنا، طب انا باخد سالب واحد في واحد عشان بتأثر عليها. طب هي النقطة دي برضو اللي هي واحد ونص ده مش بيأثر عليها لان انا واقف عند نقطة جيم؟ هقول لك طبعا بيأثر، ولكن ارجع للتمرين اللي قلت لك عليه او القانون اللي قلت لك. العزم عبارة عن قوة في مسافة، وبالتالي انت عندك القوة قيمتها واحد ونص ولكن المسافة صفر، يبقى هنا هتطلع بصفر. اذا انت مش محتاج ان انت تنوع عنها او تقولها، وبالتالي هشتغل على الحمل الاقرب لها اللي هو سالب واحد في واحد. بعد كده بقف عند نقطة جيم بقول سالب واحد ونص في واحد، بعد كده سالب واحد في اتنين في المسافة كلها، بجمع الاحمال واصفيها، بيطلع الناتج عندي برضه لو انت لاحظت بسالب تلاتة ونص. وده معناه برضه ان الحديد في المنطقة دي هيكون رئيسي. انا محتاج هنا يكون الحديد او عزم انحناء قيمته سالب تلاتة ونص. اذا انا محتاج هنا كثافة في الحديد، او عاوز اقول لك ان عزم الانحناء هنا هيكون عالي جدا، وبناء عليه محتاج هنا ايه؟ كثافة اعلى. ده شكل الرسم طبعا بتاعي، وقلت لحضراتكم في بداية الحلقة ان انا اقدر اميز ما بين الاحمال، اشكال الاحمال. هو مش هيقول لك ان الكابولي زي ما شفت في المثال كده، احسب رد الفعل وارسم منحنى قوى القص ومنحنى عزم الانحناء للشكل التالي، وما قلتش ان الكابولي ده محمل بحمل موزع او حمل مركز او حمل مركب، ولكن انا قلت لك احسب على طول. يبقى انت تكون عارف ان الشكل اللي قدامك ده شكل عبارة عن حمل مركز في منطقة واحدة، ده حمل مركز في منطقة واحدة. هنشوف نوع تاني من الاحمال وكون عارف، لان طبعا كل نوع من انواع الاحمال له طريقة في حساباته. نشوف شكل تاني طبعا بنفس الطريقة. عندي شكل مختلف تاني من الاحمال، وهو الحمل الموزع بانتظام، على الرغم من ان الطريقة تكاد تكون واحدة في عملية الحساب، ولكن أنا هلفت نظرك هنا لنقطة الخلاف عشان تكون عارفها وتكون ملم بيها وتعرف الفرق ما بين الحمل الموزع والحمل المركز.
ايه الفرق في عملية الحمل؟ انا عرفتك في البداية نوع وشكل الحمل، ولكن في طريقة حل وايجاد رد الفعل للحمل الموزع فكرة بسيطة جدا انا دايما بقول لابناء الطلبة عليها، ان انت محتاج تعمل عملية تركيز للحمل الموزع. يعني ايه تركيز للحمل الموزع؟ في بداية بتقول كده، في بداية الحل اولا نقوم بتركيز الحمل الموزع. طب هنركز الحمل الموزع ده ازاي يا مستر؟ انا بقول لك ان انت بتضرب قيمة الحمل الموزع في مسافته، والناتج بتاعه بيكون في منتصف مسافة الحمل. طب هو ده في اختلاف يا مستر، يعني مش في مسافة الكابولي كله؟ بقول لك ايوه. ليه؟ لان ممكن يكون عندك الحمل الموزع يكون ماشي على مسافة الكاميرا كاملة او مسافة الكابولي كله، حمل موزع من بدايته لنهايته. انت هنا بتعمل ايه؟ بتاخد قيمة الحمل الموزع ده بتضربه في المسافة، والناتج بتاعه بيكون في منتصف الكابولي. اذا كان قيم الحمل الموزع ده على طول الكابول، ولكن اذا كان قيمة الحمل الموزع ده في جزء بس، وليكن مثلا كابولي عندي 2 متر وعندي حمل موزع مسافته 1 متر، يبقى هنا هاخد قيمة الحمل الموزع وليكن هو 2 طن اضربه في مسافته اللي هي 1 متر واحطه في منتصف اللي هي 1 متر مش في منتصف ال 2 متر، يبقى قيمة الحمل الموزع في مسافته بتديني الحمل المركز الجديد. ومن هنا بعد ما بركز الحمل الموزع بأجري العمليات اللي عملتها قبل كده في الكاميرات أو في الكوابيل المحملة بأحمال مركزة، بتمشي معايا نفس الطريقة دون أي خلاف إلا في نهاية حساب العزم الانحناء، وطبعا بيكون له قانون هنشوفه مع بعض ونرجع للسلايد بتاعنا ونكمل تاني ونشوف شكل الحمل اهو في تمرين من التمارين اللي موجودة عندنا. فبيقول لي هنا احسب رد الفعل وارسم منحنى قوى القص ومنحنى عزم الانحناء للشكل الموضح بالرسم عندي. طبعا هنا لو بصيت ان قيمة الحمل الموزع 2 طن والمسافة 2 متر، لو هنا لفت نظرك حاجة ان الحمل على كامل طول الكابولي من بدايته حتى نهايته، يبقى انا هاخد قيمته بالكلام اللي انا قلته لك من شوية، اضرب قيمته في مسافته واركزها في المنتصف، يبقى قيمته 2 ومسافته 2، 2 في 2 ب 4 في المسافة بتاعتي اللي هي كانت في منتصفها بالظبط كانت 2 متر، يبقى ال 2 في 2 ب 4 بقى قسم معايا الكابولي لمنتصفين 1 متر و 1 متر، واصبح الحمل الموزع بانتظام عبارة عن حمل مركز في منطقة واحدة او في نقطة محددة اللي هي نقطة جيم. بعد كده بكمل عندي عادي خالص، فبقول ان رد الفعل طبعا بيساوي مجموع الاحمال الرأسية، ومجموع الاحمال الرأسية ما فيش عندي غير الاربعة طن، يبقى انا محتاج عند نقطة التثبيت دي رد فعل يساوي 4 طن عشان يقدر يكافئ ويكون مضاد للاربعة طن اللي هي الاحمال اللي موجودة على الكابولي، وبالتالي تحدث عندي عملية ثبات واتزان للايه؟ الكابولي الموضح بالشكل. بعد كده طبعا بكمل عزم الانحناء عادي خالص زي ما كنت برسم في العادي في التمرين السابق، ولكن هنا جزئية جديدة ان انا بحسب عزم الانحناء لكل جزء من الاجزاء دي في الحمل الموزع بانتظام. ان انا بقول الجزء ده ألف جيم منحنى عزم الانحناء له بيساوي واو لام تربيع على 8. طب ايه واو وايه لام دي يا مستر؟ هنوضحها مع بعض ونقول ان واو هي قيمة الحمل الموزع عندي اللي موجود قيمته بيرمز لها بالرمز واو، اما لام اللي هي عبارة عن مسافة الحمل الموزع. طيب تربيع لان ده ثابت عندي، يبقى لما باجي احسب في منحنى عزم الانحناء، وهنا لازم نركز مع بعض ونكون عارفين، لان طبعا الداتا اللي احنا بنقولها لحضراتكم دي او سلسلة المحاضرات اللي احنا بنلقيها لحضراتكم ده تمهيد لعملية او افتتاحية لعملية دراسة المادة كمحتوى. لو انت خدت مننا المعلومات دي وكتبتها وعرفت ازاي هتمشي في المادة مع المحتوى اللي موجود عندك ان شاء الله، مع بسيط او قليل من الجهد مع متابعتك لينا للحلقات ان شاء الله في بداية العام الدراسي، مع المحتوى اللي موجود عندك من الحلقات المسلسلة دي ان شاء الله تكون عملية التحصيل يعني زي ما نقول بشكل مكتملة، تكون مكتملة عندك وتكون ملم بكل المحتوى وكل العناصر اللي هتكون موجودة في المادة او في الدروس. ليه؟ لان احنا طبعا بنقدم لك بشكل عام المحتوى كامل عن كل عناصر الدروس اللي هتكون موجودة في المادة. طيب نرجع تاني، بنقول ان هو الجزئية الخاصة به عزم الانحناء في الكابولي المحمل بأحمال موزعة بانتظام، انا كنت قسمت الكابولي ده لنصين وقلت انه عنده منتصف وليكن اسمه ألف جيم، منتصف تاني جيم باء، يبقى ألف جيم عزم الانحناء له بيساوي واو لام تربيع على 8. طب ايه واو وايه لام؟ واو هي قيمة الحمل الموزع اللي هو كان في البداية، يبقى انا كده هرجع له تاني اللي هو كان عندي كام قيمته؟ 2.
وفي المسافه بتاعته اللي هي الجزئيه، مش مسافه بقى كله اللي هو الكابولي كله، ولكن الجزئيه اللي انا سميتها الف جيم. يبقى بقول واو قيمه الحمل الموزع في المسافه اللي هي الف جيم لام تربيع على 8، ببدا اصفي بجيب قيمه الحمل بضربه في المسافه تربيع واقسم الناتج على 8، بيديني عزم انحناء في الجزئيه دي كام. كذلك برجع للجزء اللي بعده اللي هو جيم باء بنفس الطريقه، طبعا بيختلف عندي بيكون الاختلاف في المسافه لكن قيمه الحمل بتكون ثابته. ليه؟ لان المسافه برضو او هي لو هي مقسومه نصين بالظبط او متشابه يعني بيكون عندي قيمه الحمل مساويه لقيمه الايه الحمل السابق وتكون المسافه واحده. يبقى انا بحسب واو لام تربيع للجزئين اللي مقسومين عندي في الكابولي عشان في الاخر احسب منحنى عزم انحناء للاجزاء الخاصه بالكابولي الناتج بتاعها كام. نرجع تاني كده ونبص مع بعض اهو ونشوف شكل الرسم كمان، لانك انت هنا شكل الرسم هيختلف. ليه؟ لانه عندك في جزئيه بتكون على شكل منحنى اللي هي بدايه الجزء الخاص بنقطه التثبيت في بدايه الكابولي اهو. لو انت بصيت كده طبعا انا باخد عزم انحناء بالطريقه اللي انا اتكلمت عليها في الاول، باخد طبعا عند نقطه التثبيت فبقول سالب 4 في 1 بسالب 4. بعد كده يبقى انت بتقول هنا عاوز تقول ان منحنى عزم انحناء عند الجزئيه دي محتاج 4 او بيطلع عندك سالب 4، يعني منحنى عزم انحناء هنا عالي جدا وبناء عليه محتاج هنا حديد رئيسي. ودايما بتكون النقطه دي نقطه الكاميرا اللي بيتثبت فيها الايه الكابولي. طيب بعد كده بتوجد انت عزم الانحناء للاجزاء زي ما قلت الجزء ده والجزء ده. لو لاحظت ان ده الخط اللي برسم عليه ميم عين الف اللي هو يا شباب منحنى عزم الانحناء. وزي ما قلت برضو تاني ان كل الرسم ده بيكون اعلى الخط. ليه؟ لان الناتج طبعا كل النواتج اللي هتطلع عندك في منحنى عزم الانحناء عند نقطه التثبيت اهو طلع بسالب 4، يبقى هنا سالب 4. بعد كده بوصلها بنقطه النهايه في او الطرف الحر اللي موجود عندك، وبرجع ارسم بعد كده منحنى قوة عزم الانحناء بطريقه القانون للجزء الف جيم بعد كده للجزء جيم باء. طيب نشوف شكل تاني او موضوع تاني من موضوعاتنا اللي هو عزم القصور الذاتي. فبيقول لي هنا ده طبعا موضوع تاني خالص مختلف عن الموضوع السابق في حساب منحنى عزم الانحناء. هنا بيقول لي طبعا عزم القصور الذاتي هو ما يدل على مقاومه القطاع الأحمال المؤثرة عليه، ويتوقف مقدار عزم الانحناء أو عزم القصور الذاتي على شكل القطاع. طبعا شكل القطاع بيختلف معايا في مقاومة عزم القصور الذاتي، إما طبعا مربع أو مثلث أو مستطيل بيختلف حسب نوع شكله، وبالتالي برضه بيكون حسب مساحته واتجاه وضعه بالنسبة للمحاور الثابتة اللي هو محور السين ومحور الايه الصادات. لو أنا هبدأ دايما بقول لأبناء الطلبة المربع والعلامة دي لازم تكون ثابتة معايا، فبقول له منحنى العلامة دي معناها منحنى عزم القصور الذاتي حول المحور سين سين بيساوي، لأنه طبعا مربع وبالتالي سين سين هيساوي صاد صاد مهما لف الشكل معايا مش هيختلف، لأنه مربع مجموع أطوال أضلاعه كلها متشابهة، الضلع ده زي الضلع ده زي الضلع ده زي الضلع ده، الأربع أضلاع متساويين، وبالتالي نقطة المحور أو محور السينات ومحور الصادات مش هيختلف فيها شكل الإيه؟ شكل المربع على أي جهة من الجهات أو أي جنب من جوانب المربع. فبقول بتساوي يبقى منحنى، لازم أعرف إن العلامة دي معناها منحنى قوى القص أو زي ما بنقول عزم القصور الذاتي حول المحور سين سين بتساوي عزم القصور الذاتي حول المحور صاد صاد بيساوي ب أس 4 على 12، وطبعا ب حيث أن ب طول ضلع المربع، يعني بما أنه طبعا هو مربع فأضلاعه كلها متساوية يبقى أنا بأطلق على الأضلاع بتاعته أو ضلع من أضلاعه ب وبربعه طبعا بضربه في 4 وبقسم الناتج على كام؟ على 12. نشوف طبعا هتيجي أمثلة بعد كده ونشوف بتعامل معاها إزاي، ونبص على الأشكال المختلفة اللي موجودة عندك في عزم القصور الذاتي وهل في فرق ما بين حساب عزم القصور الذاتي للمستطيل والمربع. طبعا لأن هنا محور السينات شكل المستطيل هيختلف فيه عن محور الصادات، وبالتالي عزم القصور الذاتي هيختلف حول المركزين. فنبص كده مع بعض فبقول عزم القصور الذاتي حول المحور سين سين بيساوي ب د تكعيب على 12. طبعا ده في الشكل اللي موجود معانا اهو، لو بصينا كده رجعنا له تاني، عزم القصور الذاتي حول محور سين سين حول محور سين سين بيساوي ب د تكعيب على 12. طب ب هي ايه يا مستر وده هي ايه؟ ب هي العرض بتاع المستطيل بتاعه او الضلع الصغير، ودال بتكون الارتفاع بتاعه. طب هل يا مستر ممكن يختلف الشكل
في شكل المستطيل بتاعي. يعني انا لو انا لفيت المستطيل كده، لو المستطيل ده موجود بتاعي موجود كده والشكل بتاعه اختلف، اذا الدال بتاعتي بتكون عبارة عن الارتفاع، وب بتكون عبارة عن قاعدة المستطيل بتاعي. ممكن يكون الضلع الاكبر ولكن هو في القاعدة تحت او في الاسفل، والارتفاع بتاعي يكون الضلع الصغير. عشان نثبت الكلام ونثبت طريقة الحل، فانا بقول لك ان دايما دال عبارة عن الارتفاع. ممكن الارتفاع ده يكون صغير جدا، يعني حاجة صغيرة، وبالتالي هو عندي ارتفاع فبيسمى بدال، والقاعدة بتاعت المستطيل بتسمى ب ب. يبقى بقول ب دال تكعيب على 12 ده حول محور س س. اما عند محور الصادات بعكس العملية بتاعتي وبقول دال ب تكعيب على 12، يبقى كنت هنا بكعب الارتفاع اللي هو دال، هنا بكعب العرض اللي هو ب، يبقى العملية عملية عكسية حول محور السينات ومحور الصادات. وطبعا لو انا بصيت او انا حبيت القي الضوء على الجزئية الخاصة بمنحنى او عزم قصوري الذاتي، انا ممكن استخدمها في ايه؟ في ظل المنظومة الجديدة. طبعا انت عندك بيكون عندي مثلا في تمرين من التمارين اللي موجودة في سنة اولى، رغم ان المادة اللي احنا اتفقنا ان هي بتدرس في الصف الثالث، يعني في سنة ثالثة ما بتدرسش في اولى ولا تانية، ولكن ده في النظام القديم او اللي ماشي حاليا. ولكن مع المنظومة الجديدة ممكن افاجأ بتمرين من التمارين عبارة عن قاعدة خرسانية مربعة الشكل، والاقي جزئية من التمرين بتقول لي طبعا بعد المطلوب تنفيذ القاعدة الخرسانية على شكل مربع او مستطيل ايا مكان الشكل، ولاقي تمرين من التمارين او جزئية من الجزئيات بتقول لي احسب عزم القصور الذاتي للقاعدة اللي موجودة عندك. يبقى هو هنا وظف حساب الانشاءات اللي كان بيتدرس في سنة تالتة في الجزئية الموجودة او التمرين اللي موجود عندي في سنة اولى، تمام كده؟ يبقى التمرين عندي بيحتوي على جميع المواد اللي موجودة عندي، ولكن فيما يخص الايه؟ التمرين. فممكن الاقي جزئية حساب انشاءات موجودة عندي، ممكن الاقي جزئية عبارة عن مساحة للقاعدة اللي هي المربعة او القاعدة المستطيلة اللي موجودة، ممكن الاقي جزء من التكنولوجيا موجود عندي، وان كان في منظومة الجدارات مفيش عندي حاجة اسمها مواد، مفيش مسمى لمادة زي التخطيط او مادة المساحة او حساب انشاءات، ولكن تمارين من مهمتها او وظيفتها انها تسقل العملية التمرين، عملية فهم التمرين اللي موجود عندي من جميع النواحي الخاصة بالمواد التدريسية اللي كان بيدرسها على مراحل تعليمية مختلفة في سنة تانية، او ممكن يكون مادة زي حساب الانشاءات ما بيدرسهاش غير في الصف الثالث، ممكن الاقي جزئية بتتكلم عنها في الصف الاول ولكن فيما يخدم التمرين. طيب نرجع تاني ونطبق ونقول ان انا ممكن يكون عندي قاعدة مستطيلة الشكل، قاعدة الطالب المفروض ان هو بينفذها كشدة خشبية ويعمل لها عملية تسليح مثلا لو هي موجودة عندي كتمرين في الصف الثاني او في الصف الاول، ويطالب او يفاجأ ان في جزئية من التمارين بتقول قم بحساب عزم القصور الذاتي للكاميرا او للاسف للقاعدة الموضحة بالشكل او القاعدة اللي انت عملت لها الايه التمرين بتاعك ونفذت الشدة الخشبية له، وبالتالي فممكن تلاقي القاعدة دي ممكن يكون شكلها وارد جدا انها تكون مستطيلة. اذا فتكون عارف ان عزم القصور الذاتي للمستطيل حول المحور س س بيساوي ب د تكعيب على 12. طبعا لما احسب حول محور ص ص العكس بتاعه فبقول د ب تكعيب على 12. من هنا تكون عارف ان انا ممكن او انت بتفاجأ زي ما قلت ان انت عندك جزئية حساب انشاءات تكون موجودة عندك وانت شغال في تمارين في الصف الاول، ولكن ده موجود في المنظومة الجديدة، بحيث ان انا او لما بخلص التمرين او اكتسب مهاراته بكتسب مهاراته من جميع النواحيه او المناحي العلمية الخاصة به من كل المواد اللي بتخدم عليه، عشان بالتالي الوحدة بتخلص او التمرين بيخلص منتهي، واكون كده اتميت او انهيت دراسة الوحدة دي او التمرين ده بيكون منتهي عندي خالص، واكون يعني زي ما بقول فني ماهر واعي فاهم للتمرين بكل محتوياته. نرجع تاني ونشوف شكل تاني من اشكال عزم القصور الذاتي غير المستطيل. هنا عزم القصور الذاتي طبعا المستطيل ده وارد جدا ان انا يكون عندي اتنين مستطيل متداخلين مع بعض. هنا دايما بقول لابناء الطلبة انت عندك مستطيل كبير شكل كبير، وده طبعا اسهل طريقة للشرح او لتبسيط المعلومة وتوصيلها له. فانا بقول ان انت عندك مستطيل كبير خالص ما بدوش رموز، فبسميه مثلا بنفس الطريقة لو انا بحسب حول محور س س فبقول ب د تكعيب على 12، طبعا ده للمستطيل الكبير، وبفرغ منه المستطيل الصغير اللي هو داخل فيه. التاني بقى بديله اسم او لقب او علامة مميزة عشان اكون عارف انا بتعامل مع المستطيل الكبير اللي بره ولا المستطيل اللي جوه، فبقول ب د تكعيب على 12 ده للمستطيل اللي هو الخارجي ناقص
تمام كده، ب شرطه، د شرطه، تكعيب على 12. طبعا الشرطه دي بياخدها لقب المستطيل اللي هو بيكون داخلي، وبطرح بجيب طبعا عزم القصور الذاتي حول محور س س هنا، وعزم القصور الذاتي حول محور س س هنا، وبطرحهم الاثنين من بعض بينتج عندي الايه؟ الناتج بتاع عزم القصور الذاتي حول المحور ايه؟ س س. كذلك بنفس المنطق ونفس الطريقه للمحور او حول محور ص ص بتتم العمليه. لو بصينا مع بعض هنا كده على الشرائح بتاعتنا وبصينا على المستطيل بتاعنا، بنشوف ان هو عنده مستطيلين داخلين مع بعض متداخلين، واحد كبير وواحد صغير. الاثنين دول انا محتاج ان انا افرغ المستطيل الصغير من المستطيل الكبير بنفس الطريقه اللي انا اتكلمت عليها، ولكن حول المحورين، محور س س ومحور الصادات اللي هو ص ص. العمليه هنا بتكون عمليه بس عمليه معكوسه. لو بصيت انا كنت من شويه بقول لك ب شرطه د شرطه، هو سماها ب واحد د واحد، ده معناه ان انا بتكلم عن المستطيل اللي داخل من جوه، وطبعا ب د تكعيب اللي هو المستطيل الخارجي، بطرح الاثنين من بعض بينتج عندي الناتج، وطبعا حول محور ص ص بنفس الطريقه، ولكن كنت بكعب هنا الدال اللي هو الارتفاع، بعد كده بكعب هنا الب وبطرح الاثنين من بعض. طيب نشوف شكل تاني كده اللي هو طبعا هيكون عندي المثلث. لو بصينا على المثلث في عزم القصور الذاتي، عزم القصور الذاتي للمثلث بيكون حول محور واحد اللي هو محور السينات، وبيقول لك ب د تكعيب على 36، نفس الطريقه بتاعه المستطيل، ولكن كان هناك على 12، هنا بقول على 36، وده الفرق ما بين الاثنين. وطبعا المثلث ما فيش عندي ص ص، بيكون محور واحد اللي هو محور السينات. بحسبه ازاي؟ طبعا باء المقصود بها القاعده، وده المقصود بها الارتفاع الخاص بالمثلث، تمام كده. وبحسب طبعا بجيب القاعده واجيب الارتفاع، اكعب الارتفاع واضرب الارتفاع في القاعده واقسمه على 36، بيديني عزم القصور الذاتي للمثلث. طيب هل كده خلاص يا مستر ولا عندي اشكال تانية؟ طبعا لسه عندي الدائره، وبيقول لي في حاله الدائره بيكون عزم القصور الذاتي حول المحور س س بيساوي عزم القصور الذاتي حول المحور ص ص بيساوي، هنا هو بيقول لي ط نقص 4 على 4. وطبعا دي الحاله الثانيه من حالات الدائره اللي انا ممكن يكون عندي دائرتين متداخلتين بنفس الطريقه يا جماعه. انا بقول لك ان انت بتجيب ط نقص 4 على 4 وتطرحه، طبعا ده بيكون خاص بالدايره الكبيره اللي بره، وط نق 1 اللي هي اس 4 على 4 بيكون طبعا للدايره الصغرى. يعني مختصر الكلام ان انا بجيب ط اللي هي بتساوي 22 على 7 او 3.14 من 100، بضربها في نق اللي هو منتصف القطر ولكن للدايره الايه؟ الدايره الكبيره. لو بصيت كده نق اهي طبعا، وبضربه في 4 والناتج بضربه في ط واقسم على 4. ده الجزء الاولاني الخاص عزم القصور الذاتي الخاص بالدائره الخارجيه او الدائره الكبيره الموضحه عندي في الرسم. بعد كده بجيب نفس الطريقه ولكن للدائره الصغرى، فنق هنا ط طبعا 3.14 من 100 ما بتختلفش، اللي بيختلف عندي النق اللي هو القطر، طبعا قطر الدائره الصغيره الداخليه غير نق اللي هو قطر نص قطر الدائره الكبيره. وطبعا بخلص الناتج واحسبه، بعد كده بطرحهم الاثنين من بعض بيديني عزم القصور الذاتي، وطبعا س س بيساوي ص ص في الدائره بالظبط زي المربع، الاثنين بيكونوا شبه بعض، مفيش اختلاف ما بين س س وص ص. مثال طبعا هنا مديني مثال، واحنا اتكلمنا على طريقه الحل لما يكون عندي دائره، ومحتاج هنا بس ان انا اعرف ازاي بتتم طبعا عمليه الضرب. لو انا عندي ناقل اللي هو النص القطر في الدائره الكبيره بيساوي 14، بضرب ال 14 في 14 في يعني 4 مرات، والناتج بضربه في 3.14 من 100 اللي هي ناتج قسمة 22 على 7، الناتج اللي بيطلع بقسمه على الأربعة، ويكون ده عندي ناتج. لأنك أنت للأسف ممكن تكون فاهم صح، ولما تيجي تنفذ على الآلة الحاسبة بيطلع الناتج عندك غلط أو الطريقة بتكون غلط. فأنا بضرب ال 14 في 14 أربع مرات، الناتج اللي بيطلع بضربه في 3.14 من 100، الناتج اللي بيطلع بقسمه على 4 بيطلع عندي ناتج. بنفس الطريقة بنفذ الناحية دي، بعد كده بطرح الناتجين من بعض، وبيكون كده وصلت لنهاية التمرين ده، وأكون عرفت منحنى أو عزم القصور الذاتي للدائرة بيساوي كام. وده طبعا عبارة عن تمرين اتنين متداخلين مع بعض. شكل تاني من الأشكال اللي بتقابل أبناء الطلبة، وده بيكون موجود في الواقع بشوفه دايما في التمارين أو في أثناء عملية في المنشآت، بيكون خاص في الكاميرات البيم الحديد. ممكن تفاجأ أن أنت عندك كاميرا على شكل حرف الاي ده، ومحتاج ان هو يحسب عزم القصور الذاتي للكاميرا دي او الشكل ده. وهنا حابب بس اكد على جزئيه، ان هو مش شرط عندي يكون دال اللي هو الارتفاع بيكون الكبير،
هنا مثلا د اللي هو سميته هنا ت، عشان طبعا الاشكال عندي كتيره ومتعدده. فمختصر الشكل ده ان انا في عزم القصور الذاتي حول المحور س س بجيب عندي محور عزم القصور الذاتي حول ده الشكل الاولاني ده والشكل الثاني واجمعهم على الشكل الثالث، تمام كده. اما ده طبعا في المحور اللي هو ص ص بجمعهم الثلاثه على بعض. اما في المحور حول محور س س بعتبر ان ده مستطيل كبير خالص اهو، بعد كده بفرغ منه الجزئين اللي هو الجزء ده والجزء ده عشان اقدر اوصل لمنحنى عزم القصور او منحنى عزم القصور الذاتي للشكل اللي قدامي. بعتبر ان الشكل ده عباره عن مستطيل كبير مقفول، بطرح منه الجزئين اللي هو الجزء اليمين والجزء الشمال. اما في عزم القصور الذاتي حول المحور ص ص اللي واضح امام حضراتكم ده، بجيب عزم القصور الذاتي للجزء ده او للشكل ده، وبجيب عزم القصور الشكل ده وعزم القصور الذاتي للشكل ده. طبعا ده وده هما الاثنين بيكون واحد، لذلك انا بضربه في اثنين. لو انت بصيت هنا اهو 2 في ت واحد زائد ب تكعيب، طبعا لان ده اخو ده بالظبط. لو بصيت هنا معلومه ثانيه ان الدال هنا الارتفاع رغم ان المستطيل هنا ارتفاعه صغير الا ان ده برضو بيسمى ايه دال او تاء اللي هو الارتفاع، والباء عندي اللي هو اللي موجود قاعده الكاميرا دي او اللي موجود في اسفل المستطيل ده، هنا ب اتغيرت وهنا ب لو بصيت هنا ب اتغيرت والتاء عندي بقى شكلها اللي هو في الارتفاع. طيب شوف شكل تاني من الاشكال اللي موجوده عندي واللي معرض ليها الطالب في عزم القصور الذاتي. لو انا عندي شكل طبعا مستطيل زي كده وبفرغ منه جزء مثلث، وارد جدا ان انت يكون عندك في المنظومه الجديده زي ما اتكلمنا قاعده على شكل مستطيل جواها شكل تاني او هيقام عليها اي شكل بشكل مثلث مثلا، فانت محتاج تحسب عزم القصور الذاتي للشكل اللي موجود عندك. خلاصة الموضوع واسهل طريقة له ان طبعا بحسب عزم القصور الذاتي للمستطيل، وخلي بالك ان انا عندي مثلث وبناء عليه مش هيكون عندي صاد صاد، يبقى اذا هنا هيطلب منك طلب واحد بس اللي هو عزم القصور الذاتي حول المحور ايه س س للشكل اللي موجود. فانا بجيب عزم القصور الذاتي حول الشكل اللي موجود الكبير اللي هو المستطيل، وبرجع تاني اجيب عزم القصور الذاتي حول المحور س س للمثلث، وبطرح الاثنين من بعض بينتج عندك عزم القصور الذاتي للقاعدة او الشكل اللي موجود معاك، مع طبعا تفريغ الايه المثلث من المستطيل. ده الحالات طبعا اللي بتكون موجوده واستعراض للتمارين اللي موجوده في عزم القصور الذاتي عشان تقدر او تكون ملم بيها اذا قابلتك، تكون عارف ملخصها ازاي وبتدور حول في طريقه الحل بتاعها حول ايه او قوانينها ايه اللي بتحكمها. هنا لو بصيت كده عندك شكلين مختلفين، واحد مربع والتاني مستطيل. طب انا اجيب عزم القصور الذاتي للمربع المستطيل ده ازاي؟ بعتبر ان ده مستطيل مقفول لوحده، وبجيب عزم القصور الذاتي حول المحور س س للمستطيل ده، وارجع تاني اجيب عزم القصور الذاتي حول المحور س س للمربع، وبجمع الاثنين على بعض. ودي طريقه. اما الطريقه الاخرى ممكن في فكره تانية خارج الصندوق زي ما بنقول يا مستر، طب انا ممكن اعملها ازاي عشان احس ان انا طالب مبدع واكون طبعا ما بقفش على فكره واحده، وزي ما بقول اجيب افكار من خارج الصندوق. لو بصيت ان انا كان عندي مربع وبعدين المستطيل، طبعا المستطيل شكله اصغر، انا ممكن اتعامل على مستطيل كبير خالص، اكمل الشكل وكانه مستطيل كبير واطرح الجزء الفارغ من فوق والجزء الفارغ من تحت، وبالتالي بينتج عندي ايه الجزء اللي موجود هو ده عزم القصور الذاتي حول المحور للشكلين مع بعض اللي هو المربع والمستطيل. دي طبعا افكار خارج الصندوق، مش انا اكون حافظ بس المعلومه او ان انا خلاص اتعلمت ان انا عشان اجيب عزم القصور الذاتي للشكل اللي موجود عندي اقف على طريقه واحده اللي هي طريقه ان انا اجيب عزم القصور الذاتي للمربع واجمعه على عزم القصور الذاتي للمستطيل الاثنين حول محور س س. طب انا عندي طريقه ثانيه وتكون اكثر ذكاء وفيها افكار من خارج الصندوق، ان انا اعتبر الشكل شكل مستطيل مقفول زي ما بنقول الذكاء المنطقي في الاشكال في حل الاشكال. اجيبه ازاي؟ ان انا اعتبر المستطيل ده مستطيل مقفول واطرح الجزء اللي فوق والجزء اللي تحت، وبالتالي هينتج عندي عزم القصور الذاتي حول المحور اللي هو س س للشكلين مع بعض المستطيل والمربع. نرجع تاني للتمرين تاني ونبص على السلايد بتاعنا ونشوف الشكل اللي بعده. طبعا نفس القصه، مستطيل ولكن مطروح منه او محتاج ان انا اخصم منه جزء عباره عن دائره. الدائره دي بتكون ممكن تكون عمود بشكل حليه موجوده على قاعده من القواعد المستطيله او المربعه، وبالتالي انت معرض هنا انك انت يكون عندك قاعده من القواعد المستطيله اثناء عمليه التمرين في المنظومه الجديده تفاجئ ان انا عندي قاعده، القاعده دي مربعه او مستطيله، والتمرين بيقول لك مطلوب او عزيزي المتدرب
قم بتنفيذ القاعدة أو الشدة الخشبية للقاعدة المربعة الموضحة بالرسم، ويكون مديك طول وعرض الايه القاعدة اللي موجودة عندك، ممكن تكون مربعة أو مستطيل. بس خلي بالك ان هنا في التمرين بتاعنا آخر حاجة وقفنا عندها، ان انا عندي عمود، العمود ده عبارة عن شكل دائري هينشأ أو هيتم تصميمه على القاعدة. يبقى وانت بتحسب عزم القصور الذاتي عشان تقدر تشوف نقطة التأثير فين أو مركز عزم القصور الذاتي للشكل اللي موجود عندك ده اللي هو القاعدة مع العمود الدائري اللي موجود عليها فين. طب انا احسبه ازاي؟ بنفس الطريقة ونفس المنطق، انت هتجيب عزم القصور الذاتي للمستطيل او المربع اللي هو الشكل بتاعك اللي موجود، القاعدة الخرسانية اللي موجودة، وتبدأ تجيب برضو عزم القصور الذاتي لقطاع الدائرة او العمود الدائري اللي موجود عندك على القاعدة الخرسانية المربعة او المستطيلة. بعد كده بتطرح الاتنين من بعض. يعني للأسف خلاص الوقت معاكم بينتهي وبيمر بسرعة، يعني مش عارفين طبعا نلم بكل العناصر الخاصة بالوحدات بتاعتنا او زي ما بنسميها في المنهج الجديد الوحدات والمحتوى الخاص بالمادة. ان شاء الله بإذن الله بنوعدكم ان احنا نكمل او نستكمل مع بعض الاجزاء الخاصة بعناصر مادة حساب الانشاءات في الحلقات القادمة. ولكن بنفكركم قبل ما ننهي ان احنا النهاردة بإذن الله او بتقدير الله وتوفيقه طبعا اتكلمنا عن حساب ردود الافعال وعزم منحنى الانحناء وكذلك منحنى قوى القص في الاجزاء الخاصة بالكوابيلي، الكوابيل وكيفية حساب تصميمها، ثم بعد كده انتقلنا لحساب عزم قصور الذاتي، وطبعا تناولنا الاشكال مربع ومستطيل ومثلث ودائرة، وطبعا خدنا الحالات الخاصة. ان شاء الله بإذن الله بنوعدكم نستكمل معاكم باقي سلسلة حلقاتنا من محتوى الخاص بمادة حساب الانشاءات في تخصصاتنا المعمارية. دمتم في امان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.